فريق الشباب بالوزداد امام الكره مزوار بن عبيد الحارس ومان ينقذ مرماه من كره خطيره وساخنه جدا. يا سلام على هذه الكره والبراعه الكبيره من ومان. مزوار عرفات ارسل قذيفه باتجاه مرمى الحارس ومان الذي كان بارعا وانقذ مرماه. سلامات على ومان. شاهدوا اوه على ومان والمزوار الروعه من هنا ومن هنالك. ومان كان بارعا، اقل ما يقال عنه انه انقذ مرماه من هذه القذيفه المرسله باليمنى من مزوار باتجاه مرماه، فحالت دون ان تدخل الكره الشباك. دخل في مباراه ومان. وكذلك الروح الرياضيه رائعه في اليوم العالمي للروح الرياضيه. مزوار من جديد، تسديده للمره الثانيه. ومان ومزوار، تحولت المباراه بين ومان ومزوار او بين مزوار وموان ومان. الحارس حارس بلودية الجزائر الرائع جدا في هذه الكرة. ويلا ويلا ويلا، سلام والدفاع. وماذا يقول؟ لا ليس هناك أي شيء يقول الحكام، ليست هناك ضربة جزاء. ومان تحولت إلى صراع كبير ثنائي بين مزوار والحارس ومان. قلت وكأن ومان أقسم اليوم. ها هي محولة من أحد المدافعين أو المهاجمين باتجاه المرمى، ولكن ومان لم تغلطه الكرة.